هاي جايز، معكم لين، واليوم في عنا فيديو مقارنة لرسومات باتل فيلد 1 على البلاي ستيشن 4 وعلى MSI GS73 VR. مثل ما بتعرفوا MSI في عندها سلسلة لابتوبات للجيمينج اللي بتحتوي كروت شاشة انفيديا 10 سيريز، وهذا اللابتوب يحتوي على كرت شاشة 1060، وصراحة هو أخفف وأصغر جيمينج لابتوب بحياتي شايفته، فكتير سهل تقدروا تحطوا كل الألعاب المفضلة لكم هون وتاخدوه وتحطوه بالشنطة وتظهروا تلعبوا محل ما بدكم من دون ما تخافوا إنه كتير مزعج وكبير وهيك، وكمان من دون ما تخسروا دقة الرسومات اللي انتم بتحبوها وبتوقعوها من ألعابكم. هلا بلا ما كتير حكي عليكم حنفرجيكم فيديو المقارنة. الفيديو خليني اخبركم شوي اكثر عن اعدادات لابتوب MSI GS73 VR. المعالج تاعوله هو انتل كور i7، ومثل ما قلت قبل بيحتوي على انفيديا جي فور سي تي اكس 1060 مع 6 جيجا بايت جي دي دي ار 5، في بقلبه مساحه 2 تيرا بايت بالاضافه ل 256 جيجا بايت اس اس دي، وعنده 16 جيجا بايت رام. رجعتنا لباتل فيلد 1 بالرابط بالاسفل، وكمان ححط لكم رابط لصفحه MSI على فيسبوك، تروحوا تعملوا لهم لايك وتشوفوا شو هن الاخبار الجديده اللي عندهم. هذا كان كل شيء لعنا اليوم، بس لكل الالعاب يلي انتم بتحبوها انتم المحل المضبوط IGN الشرق الاوسط.